الزكاة لا تعطى لمن تلزمك نفقتهم من أب وأم وأولاد وزوجة، ولكنها تعطى لمن لا تلزمك نفقتهم من الأقارب وغيرهم، وكذلك فإنه لا يحابي بها قريبا، وإنما ينفقها لمستحقيها الحقيقيين، وينظر أهلها ويتحراهم. وعندما يكون الإنسان له راتب ينفقه أول بأول فلا زكاة عليه، لكن عندما يدخر إذا مرت سنة أخرج من المدخرات في 1025، وأموال الأوقاف وصناديق البر وأموال الجمعيات الخيرية وثلث وصية الميت ليس لها مالك، ولذلك لا زكاة فيها.